أهلا بكم إلى هذه الفقرة الجديدة من جود نيوز لليوم. فرشاة أسنان بيئية بامتياز مصنوعة من الورق المعد للتدوير تحظى بإقبال كثيف في أوكرانيا، خصوصا أن فرشاة الأسنان العادية تحتاج لأكثر من 200 سنة لكي تتحلل، وبدأ استعمال هذه الفرشاة البيئية على نطاق واسع في أوروبا لا سيما في الفنادق الأوروبية. Теоретически доказано, что это существует. После этого мы решили все то же самое применить на уже на форму, но своими руками. Если что это? Это будущее. А это что? عصفور من فصيلة الرماج حظي في الساعات الماضية على نسبة كبيرة من المشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بدأ يقلب الأصوات وكأنه من فصيلة الببغاء. ووصلت النجمة ليدي غاغا إلى مهرجان الفيلم السينمائي في فينيس على متن زورق، وهي تتبارى بإعادة تصوير فيلم ستار إز بورن، وكان برفقتها أيضا شاب حظي على نسبة متابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وترددت أنباء في الصحافة الفنية عن أن ليدي غاغا مرتبطة بشكل جدي وجديد. انطلق مهرجان البيرة في ألمانيا، وهو تقليد سنوي يحضره المئات وسط عزف الموسيقى وتذوق أنواع غريبة ومتنوعة من البيرة الألمانية. أنواع غريبة ورائعة من الكيك صنعت على شكل لوحة، وقد تطلب صنع هذه القوالب الكثير من الوقت، وعرضت والتقطت الصور لها في أهم المحال التجارية والباتيسري في روسيا. А толку-то все равно лучше он живую ставит. И в итоге их все равно есть нельзя. ملكة الجاز العالمية أريسا فرانكلين كرمت من قبل عدد من الفنانات اللواتي استعدن عددا من أغنياتها في حفل ضخم أقيم في الولايات المتحدة. احتفل عدد من النجوم وعدد كبير من الجمهور بعيد ميلاد الفنان الأسطورة مايكل جاكسون في الولايات المتحدة، حيث أذيعت أغنيات جاكسون وفيديوهات للفنان الكبير والتي استعادت بداياته الفنية. المندركل هو نوع من القردة المعرضة للانقراض، وهي تحظى باهتمام بالغ في احدى اهم حدائق الحيوانات في نيويورك، وكانت احدى هذه القرود قد وضعت قردة جديدة في 3 تموز الماضي، وعرضت اليوم للمرة الاولى امام الزائرين. يشار الى ان سبب الانقراض هو تمدد العمران وانحسار الغابات والصيد. وبالعودة إلى لبنان، الفنانة كارول سماحة التقت جمهورها ضمن مهرجانات صيدا بحضور الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري ووزير السياحة أفيديس كيدانيون وحشد من الشخصيات السياسية والفنية والممثلين والفنانين، وكان لافت حضور الفنان زياد الرحباني. شاء الله قلبي فيك.
هوليوود نيوز لليوم انتهت. شكرا للمتابعة دقائق قليلة ونكون مع نشرة مفصلة لآخر وأهم الأخبار.